السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات ام والد. اليوم ان شاء الله راح نديرو خبزه مالحه على السريع، خبزه بالخضره والدجاج، يعني من وصفات السريعه. تدخلي الكوزينه تمتم تجهزيها وتخرجي. واش راح نحتاج في الوصفه؟ نبدا بالحشوه الاول، ندهن في الوصفه ونعطيكم المقادير. اذا اول حاجه نحتاجها، راح نحتاج مقله اللي راح نديرها تسخن، ندير فيها كميه نتاع الزيت، اذا ندير فيها الزيت قيس ما نطيب البصل والدجاج، نديرها تسخن، نجيب مغرفه تاع الحطب، ندير كميه تاع البصل مقطع رقيق، يعني نص بصله راح تكفينا، حتكون كافيه في الخبزه اللي راحين نديروها. اذا راح نكتفي بهذا القدر. اذا عندي هنايا نص بصله صغيره مقطعه رقيق، نخليها هكذا كيدخلها الطياب شويه، من بعد ما تقلى لي شويه هذاك البصل. عندي هنايا صدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته قطع صغيره مربعات، رايحه نضيفو على الخليط نتاعنا. نزيد عليهم هنا عندي حبه تاع الفلفل الخضر مقطع صغير باش يطيبوا لنا كامل كيف كيف، شويه نتاع المعدنوس، راح نزيد لهم شويه نتاع فلفل الكحل، وبلا ما ننساو الملح طبيعه الحال، راح نزيد لهم الملح. ما يجوناش صامطين. اذا نخليهم يطيبوا مع بعض حتى يطيبوا لي 100% ويتجمروا. اذا نخليهم يطيبوا في هذا الوقت، واش نجهز العجينه اللي راح ندير عليها هذا الحشو. نجيب ريسيبيون، اذا مش راح ندير فيه، رايحه نديرو 4 بيضات كاملين، 4 بيضات. بسم الله، نحتاج مغرفة، رايحة ندير 6 حبات تاع الفرماج مثلثات، تكوني خرجتيهم من قبل من الفريجيدار باش نقدرو نخلطو كلشي. ندير عليهم شوية تاع الملح، بما انو يعني الخبزة تاعنا مالحة، نديرو حساب اننا درنا الفرماج باش متجيناش مالحة بزافة. ندرلها شوية تاع فلفل الكحل، شويه تاع المعدنوس، نخلط كلشي مع بعض حتى ينسجموا لنا داك الفرماج مع البيض. اذا واش درت هنا؟ 4 بيضات، 6 حبات تاع الفرماج مثلثات، ملح، فلفل الكحل ومعدنوس، نخلط كلش مع بعض. نزيد عليهم مغرفه كبيره تاع لا مارغارين طريه، كنت خرجتها من قبل على برا باش تكون طريه ونخدم بها آليز. مغرفه كبيره، بلا ما ننسى المقله نخلطها. يعني نحتاج هذا الحشو يكون طايب 100%، يعني ما يكونش نص طياب. نخلط هذيك لا مارغارين، نزيد ندخلها مع الفرماج والبيض،
بعد هنا واش راح نحتاج؟ راح نحتاجو الفرينه. نجيب مغرفه شحال رايحه ندير؟ نديرو 4 مغارف كبار، يعني كل بيضه تقابلها مغرفه كبيره نتاع فرينه. نديرو 4 مغارف كبار، 4، هذه الاولى، الثانيه، الثالثه، وهذه الرابعه. ونحتاج معها مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه، يعني بالتقريب نص مغرفه كبيره من هكذا تاع خميره الحلوه باش تطلع لنا الخبزه. الفرينه ما نحتاجهاش، نغربل هذيك الفرينه. نخلط كل شيء مع بعض. اذا ها هو القوام اللي تحصلنا عليه، يكون بهذا الشكل، يكون شويه ثقيل. نخلط هذاك الدجاج اللي راهو يطيب مع البصل والفلفل. نجيب بلاطو اللي يدخل الفوق، فاش راح نديرو هاد الخبزه نديرو في حاجه اللي تكون مفتوحه وتكون هابطه باش الخبزه تاعنا تجينا يعني باينه. واش راح ندلها؟ رايحه ندهنها بلا مارغارين تكون طريه، يعني تعطينا نتيجه هايله. نرفد شويه وندهن. يعني باش ما تلصقليش، هذا رايحه نضمن انه كي طيب رايحه تتنحى. وندلها شويه نتاع فرينه. ندير غير شويه قسما نغبر البلا تاعنا برك. نمشيه ونحي هذاك الفائض اللي ما نحتاجوش. نعاود نرجع هذيك العجينه نفرغها في هذا المول، نفرغ كامل العجينه. راح تبان لك قليله، لكن كي نمشيها على البلاطو وتطيب وتطلع العجينه ديك هي. البلاطو فيه حوالي 22 سنتيم. نهبط كامل العجينه اللي عندي هنا. مثلا كي دهنتيها بالزيت ماكش حتقدري تمشيها، يعني هاد من لي زاستوس، دهنيها بلا مارغارين وديري لها الفرينه هكذا تقدري تحكمي فيها. اذا نمشيها كامله على الوجه نتاع السنيوه تاعنا هكذا. بعد واش ندير؟ ندير هذاك الحشو اللي كنت طيبته، ندير شويه شويه على كامل الوجه نتاع العجينه تاعنا هكذا. يعني انا اليوم درت دجاج، تقدري ديري فيونداشي مثلا، يكون عندك دجاج درتيه البارح بقى لك شويه نتاع الصدر تفتيه وديريه. تقدري تزيدي زروديه مسكرفجه، انت نوعي. تقدري ديري طون الى الوليدات كيحبوا الطون. ندير هكذا بعد هذا كي طيب الخضره كامل تكون في وسط العجينه. من بعد ندير شويه نتاع الفرماج رابي باش يعطينا شكل شباب، وندخلها للفرن على 180 درجه حتى تطيب تتحمر. بما انه البلاطاي تاع الزاج نقدر نشوفها من التحت، طيب تتحمر لي على الوجه وتحمر من التحت. نخرجها ونعاود نرجع لكم ونشوفوها واجده معنا.
اليوم حضرنا هذه الخبزه اللي درتها بالخضره. انا درت فيها الفلفل البصل والدجاج. انت تقدري تبدلي اي مكون، تقدري ديري فيونداشي، ديري زروديام سكرفجا، ديري كورجات مقطعه رقيق، لكن الاختيار. تتقطع مثلثات وقدميها. جربي الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.